شريعتي never accepted any legitimacy for the Shah's regime after the overthrow of Mossadegh. مفكر إسلامي إيراني. على شريعتي لم يكن يخاف لا من السلطة ولا من الغوغاء. انقلب على السائد وانتشرت أفكاره حتى أشعلت لهيب الثورة. مسؤولية عالم. مسؤولية إيجاد الانقلاب الشيعي در نوع برداشت و فهم مذهبي زمان ما. علي شريعتي على الجزيرة الوثائقية.